مرحبا شباب، كيف الحال؟ رجعنا لكم مقطع فيديو جديد، واليوم الفيديو يتكلم عن لقطات مكررة بأفلام الأكشن، يعني لقطة ممكن تكون شايفها بأكثر من مرة يعني في أكثر من فيلم. فخلونا نبدأ. أول فيلم معنا اليوم نتكلم عنه هو فيلم بوليس ستوري الجزء الأول. طبعا بوليس ستوري الجزء الأول هذا فيلم من بطولة جاكي شان. المهم الفيلم هذا مليان يعني لقطات خطيرة، يعني الفيلم هذا بوليس ستوري 1 ممكن تشوف أكثر اللقطات الخطيرة اللي ممكن جاكي شان سواها بحياته موجودة بالفيلم هذا. المهم في احد اللقطات اللي بالفيلم هذا هي لقطه في بدايه الفيلم، انا الحين راح اعرضكم اياها قدامكم على الفيديو. وهي ايش لقطه؟ انه كونج شان قاعد ينزل، يعني راكب سياره وقاعد ينزل في بيوت كذا محطوطه على الجبل، يعني بيوت قديمه كذا يدخل فيهم واحد واحد كذا ويفجرهم، شكل البيوت كذا مصفوفه فوق بعضهم على الجبل زي ما انتم شايفين الحين يعني بالفيديو اللي قدامكم. المهم هذا المقطع يعني هو كان اول مره يطلع يعني على عالم الافلام، وكانت الفكره الاولى يعني زي ما تقولوا هو يعني منبع الفكره. فالفكرة هذه بعد ما انتهى يعني في الجكشان وذا كذا واشتهر الفيلم هذا وكذا، الغرب يعني اللي هم الأجانب قلدوا اللقطة هذه بالفيلم. فالفيلم الثاني اللي أخذ المقطع هذا هو فيلم Bad Boys 2، فيلم من بطولة مارتن لورينز والممثل المشهور ويل سميث. المهم ويل سميث يعني ضبط نفس الفكرة ونفس طريقة الفيديو، لكن غير السيارة وغير المكان حق البيوت عشان يعني زي ما تقول الحقوق وكذا، لكن الفكرة هي في احد اللقطات يعني بالفيلم ركبوا هامر وانطلقوا يعني ورا المجرم، فدخلوا في بيوت نفس الطريقه كذا، بيوت مصفوفه على جبل ونفس الفيديو، يعني زي ما انتم شايفين الحين يعني الفيديوين نفس بعض، هذا نفس هذا نفس الفكره نفس كل شيء، لكن هذا بالتسعينات وهذا بال2000 وحاجه زي كذا. المهم زي ما انتم شايفين الفيديو يعني هو زي ما انت شايفه بفيلم جكشان اللي هو فيلم بوليس ستوري، هو موجود في فيلم باد بويز 2. فطبعا ما حد وقف هنا وسووا فيلم ثالث، وهو الفيلم الثالث اللي قلدهم هو فيلم هندي. طبعا معروف ان الافلام الهندية دائما تسرق من الافلام العربية وكذا، حتى من الافلام الاجنبية، واي فيلم ياخذ منه افكار ويزبطوها، ممكن كمان ياخذ الفيلم هو ويحطوه نفسه بالهندي عادي. المهم انهم اخذوا نفس اللقطة هذه برضو وحطوها بفيلم ثاني اسمه فيلم زنجير. طبعا فيلم زنجير طبعا تعرفوا الهنود عادي يحطوا لك الشغلة زودوها اوفر. المهم انهم اخذوا نفس اللقطة هذه اللي موجودة في فيلم بوليس ستوري وباد بويز 2 وحطوها بنفس الفيلم هذا زنجير، وزي ما انتم شايفين بالفيديو نفس الفيديو يعني ما يختلف تماما عنهم، بيوت موجودة على جبل وجواهم جيب يفجر البيوت هذه كلها نفس الطريقة، يعني ما في اي اختلاف، لكن الفكرة الاساسية طلعت في فيلم بوليس ستوري 1، فجكشان هو اول واحد يضبط هذه الفكرة. طبعا اللقطة الثانية برضو من افلام جكشان هو بوليس ستوري الجزء الثالث. في مقطع باخر فيلم جكشان يركب سيارة ويرمي حاله يعني من السيارة هذه لجوا سفينة، يعني زي ما انتم شايفين بالفيديو الحين. طبعا كان اسمه فيلم بوليس ستوري الجزء الثالث، طبعا بوليس ستوري 3، وزي ما انتم شايفين باللقطة هذه هي جكشان يرمي السيارة الحمراء من المكان موقف حقها لين السفينة يعني لين اللانش. فهذه هو كان زي ما تقولوا برضه نفس الفكرة، يعني هو أول واحد ضبط الفكرة هذه وجابها بالفيلم، ويعني كانت فكرة يعني حلوة ولقطة جديدة يعني. وطبعا معروف ان جكشان سوى لقطات هذه بنفسه، فالغرب برضو اعجبتهم الفكرة واخذوا نفس الفيديو هذا وحطوه بفيلم ثاني، لكن المرة هذه الفيلم هو كان تو فاست تو فيوريوس، يعني اللي هو ايش سرعة وغضب الجزء الثاني. طبعا سرعة وغضب الجزء الثاني اخذوا نفس الفيديو هذا لكن غير السيارة وغير المكان وغير شويتين بالفيديو زي ما انتم عارفين عشان الحقوق وكذا، لكن المقطع هو ما يختلف، زي ما انتم شايفين بالفيديو قدامكم نفس الطريقة، طبعا الفيديو هذا والفيديو هذا نفس الشيء ما في تغيير. والفيلم الثالث اللي اخذ الفيديو هذا، يعني الفيلم الثالث اللي اخذ الفكرة هذه طبعا بعد فاست اند فيوريوس بعد فيلم بوليس ستوري الجزء الثالث، هو ستاركشي ان هاكش. طبعا هذا فيلم كوميدي يعني اكشن، وطبيعي الافلام الكوميديه يعني تقلد افلام الاكشن فهذا شيء عادي، لكن اخذوا برضو نفس الفكره هذه وضبطوا فيها شويه حركه كوميديا كذا عشان انهم يستهبلوا او يتريقوا على المقطع الحقيقي، لكن لو تشوفوا الفيديو يعني ما يختلف اي اختلاف عن الفيديوهات اللي موجوده قبل هذا الفيديو نفس كل شيء، لكن اللهم ان ايش يعني حرف فيها شوي انه خلوه فيلم شوي كوميدي، فحرفوا في مقطع خلوه شوي كوميدي. اوكي طبعا المنبع وراء الفكره هذه كلها كان جيك شان، وكانت بفلام بوليس ستوري، فاخذوا المقاطع منها للجانب وحرف فيها شوي. المهم هذا هو كان الفيديو، واتمنى ان الفيديو عجبكم، وادري ان الفيديو شوي قصير لكن هذه هي فكره القناه، اتمنى ان الفيديو عجبكم، مع السلامه.